مرحبا بكم. اليوم الناس كل في قناتكم مساحة. كيما شفتوا معناها مونجي شابي الفترة الأخيرة معناها عنده شهر كامل وهو يحب يكشف حقيقة خوه لكن ما ثماش معلومات اللي العباد كانت تنتظر فيها على الشابي. كانت معلومات معناها بسيطة تنجم تصير الخلافات هذه في أي عائلة معناها تسوى في تونس في أي دولة. مونجي شابي حقيقة اليوم كما قال البعض وكما أنا قلت لكم باش ننزل لكم معناها شنو هو حقيقة بالضبط. مونجي هو يمارس في مهنته كصحافي على حساب خوه علي وما ثم حتى حاجة جديدة يجي فيها بقي معناها يعاود في نفس الحديث وموش يفيد في العباد. والأمر من هكا أنه عمل شان يوتيوب ويعمل في تيتروات مغالطة مش العباد تدخل تتفرج فيه. البعض قال أنه يحب يربح معناها فلوس من اليوتيوب، لكن أنا أكد نقول وراء مثلا ماشي فلوس كبيرة ياسر في اليوتيوب، كنا معناها نخدمه في الحكاية ذي هواية الأكثر لا أقل ونتابعه في الأخبار لحظة بلحظة. لكن المونجي اليوم هابط فيديو ووعد العباد أنه بش يحكي الحكاية كل اللي هو معناها فترة معناها مدة شهر كامل يحب يحكيها بش يحكيها في فيديو بش ينزل اليوم اللي هي غدوة، ما تجوز مدته معناها 30 دقيقة مش يكشف فيها الأسرار كل. إن شاء الله معناها يحكي اللي عنده ما بقاش يماطل في العباد، وهكذا نكون وصلنا إلى نهاية الموضوع.